اهلا بحضراتكم جديد، حوار جديد من حوارات هذا الصباح. في الحقيقه طبعا مع دخول فصل الصيف اللي بدا رسميا بالامس بيكثر طبعا الحديث عن الشمس في هذه الايام، والعاملون طبعا تحت لهيب الشمس زي ما بيقولوا، وكمان الناس الرايحه المصايف وهي موجوده على الشواطئ، كل الحاجات دي بتحتاج يمكن بعض الاحتياطات اللازمه عشان ما نواجهش مشاكل بسبب الحراره المباشره من الشمس او حتى التعرض المباشر للشمس. لابد ان نتبع بعض التعليمات اللي دايما بنحرص عليها ان احنا نقولها في كل الاوقات وفي كل المناسبات، ازاي ممكن نقي انفسنا طبعا من اشعه الشمس. اشعه الشمس مش بس بتحتوي على حراره، لا هي بتحتوي كمان على اشعه فوق البنفسجيه وتحت الحمراء ومجموعات كتيرة جدا من الأشعات. إمتى نتعرض ليها وإمتى لا تكون مفيدة؟ أعتقد كل الحاجات دي لازم نعرفها مع دكتور مجدي بدران، استشاري الحساسية والمناعة وعضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بيك، صباح طيبين. وأنت حضرتك طيب. دكتور، مع يعني فصل الصيف بيكثر الحديث طبعا عن ايه اللي لازم نعمله في فصل الصيف وايه اللي لازم نتجنبه، زي طبعا فصل الشتاء. يعني فصل الشتاء فيه مشاكل كتيره، لكن كمان فصل الصيف ليس بالهين على الاطلاق، كمان لما تعرض في فتره الظهيره دي تبقى المشكلات كبيره جدا. يعني طيب بشكل عام خلينا نقسم المجتمع نصين. اتفضل. النص اللي عندهم حساسيات والنص العادي الطبيعي. طيب بشكل عام هم الاثنين مفروض يتجنبوا اشعه الشمس من 10 ل 4. يبقى اما نروح المصايف ونروح حمام السباحه وتلاقي الناس نازله كلها من 10 ل 4، معنى كده كل دول مش مثقفين او احنا اتاخرنا على تثقيفهم. يبقى واحد دي اشعه ضاره وهتعمل ايه؟ نمره واحد مسرطنه. امتى؟ امتى؟ بعد 10 20 30 مش عايزها. يبقى اشعه الضاره للشمس دي مسرطنه، بنفس الوقت الشمس مفيده بس انت من قبل 10 ومن بعد 10 ومن 4 ل 5. يبقى دي الاوقات في ناس كده يقول لك انا رحت خلاص دفعت حق الاوتيل لازم اقعد بقى عشان دفعت حق الاوتيل اتمتع بحمام السباحه اتمتع البحر طول اليوم. لا غلط. لا يبقى نمشي صح. حاجه ثانيه ان احنا لو كمان قبل 8 وهتصحى بدري، دي ليها مزايا في الصيف. يا ريت الناس كلها في المصايف والناس اللي هم في الاجازات دلوقتي مش تروح في الاجازه ووزنك يزيد، روح في الاجازه اصحى الصبح بدري اعمل عدو جوجنج اتحرك امشي الصبح بدري، هواء الصباح اقل تلوث من هواء الظهر او بالليل. يبقى الصبح ده بيبقى الهواء لسه نقي، المصانع ما اشتغلتش، السيارات ما اتحركتش، الهواء جميل جدا تمتعوا بيه، هتشحن نفسك بيه بطاريه الاكسجين، واحنا محتاجين الاكسجين ده من اول خلايا مخ عشان الذكاء والتركيز لحد عضلاتي وهكذا. يا ريت تتحركوا. وبعدين يقول لك انا مشغل التكييف وفاتوره الكهرباء بتزيد في الصيف، برضو خطا تاني. احنا المفروض في التكييفات نستخدمه، اما تبقى خليها في الظهيره، خلي التكييف هنشغله من 12 ل 4 بس. هو على 25 24 25 24 ونص عشان بس اللي بيزعلوا، 25 رائع جدا. طيب وبعد كده ريح التكييف، وانت فاكر ان كل ما تستخدم التكييف بعد كده هيبقى كفاءته كويس؟ لا ده هيقل. حاجه ثانيه، استخدام التكييف كتير هيدخل له اشياء كثيره جدا ضاره من بره، ما في اتربه وفي قاذورات وفي فطريات وفي بكتيريا وفي مشاكل كثيره جدا. ودايما في كمان التكييف اللي فيه صيانه دايما نظفوه كل اسبوع، هاتوا الشركه الفلاتر اغسلوها اغسلوها وهاتوا حد شاطر وينظفه كويس جدا وادوا له بقشيش عشان يزود عن الاجره اللي بياخدها بتاعت الشركه والكلام ده عشان ينظفه بسرعه ما بقاش مستعجل. التكييف يبقى احيانا هو سبب الحساسيه في البيت، اصله بيضخ بكتيريا، بيضخ فيروسات، بيضخ فطريات ومشاكل كثيره جدا. يبقى ليه؟ الناس تستخدم التكييف وتخلي الطفل يمسك الريموت وتبقى درجه الحراره 17 و18، خطا كبير جدا. هو انت ما تعرفش ان جفاف الجلد شائع في الصيف؟ يبقى الجلد اما يبقى جاف هيثقب، هيطلع لي هيبقى فيه خروم، هيطلع لي دم، هيطلع لي اتشقى، هيدخل لي ميكروبات، هيدخل لي مواد تعمل حساسيه. ليه جلدك يبقى جاف؟ ده الجلد ده غطى بتاعي اللي بيحميني ويخليني معزول عن العالم الخارجي. طيب دكتور، دول بالنسبه للناس اللي هم يعني خلينا شويه نتكلم رايحين يصيفوا والكلام ده. طيب في ناس عندها عماله زي مثلا الناس اللي بتعمل في البنا، البنايين، ربنا معاهم دول. طيب ايه بقى الاحتياطات اللي لازم نعملها؟ العمال والمهندسين ورجال المرور بالزبط والجنود بالزبط. انا ما عنديش مانع ان هم يلبسوا نظارات سودا كبيره، ما عنديش مانع ان هم يلبسوا قبعه، خلي نغير شويه، نغير شكل حتى البرنيطه اللي العسكري واقف في الشارع بيلبسها، خليها تبقى كده تغطي
جزء كبير من الجبهه من الوش. وتبقى عامله زي الشمسيه الصغيره. احنا كليه ايه المشكله؟ انا بقى بلبس طاقيه ما بمشي في الفتره دي، يبقى البس طاقيات وما تكسفوش، بس ما تلبس طاقيه وتخلي معكوسه والمقدمه من خلف، لا البسها مظبوطه. وبرده ان احنا نتعرض على قدر الامكان دي الشمس، ولكن مثلا لو في طريقين وحتى لو واحد طويل شويه وفي شجر امشي فيه، لو في انت الشارع وفي شجر 4 مللي مثلا بحب امشي، وانا صايم كنت بمشي كتير جدا. طيب ساعه كل يوم وانا ماشي في الشارع، شارع طويل، الشارع بتاعه طويل جدا، بس في جزء فيه شجر وجزء ما فيهوش، ومش خط واحد، شجر هنا وشجر هناك، امشي على الشجر ده شويه، اروح معدي الناحيه الثانيه اروح على الشجر، بعد شويتين عامل زي زجزاج، عمال اعدي كل شويه الشارع ببحث عن الظل، يبقى جميل جدا تعمل كده، لكن هتاخدها من الاول للاخر وهتعرض للشمس خطر كبير جدا، اصبح هيخليني اعرق، وانا عندي اصلا في جسمي تقريبا الميه، لا انا عندي كمان بيبقى 2 مليون فتحه بتخليني اعرق. لو عرقت 2 مليون فتحه انا المفروض اشرب 3 4 لتر في اليوم. لو انا بقى بشتغل مهندس، لو انا بشتغل عامل، لو انا قاعد في الصحراء والشمس، لو انا قاعد في حمام السباحه، لو انا قاعد في البحر، على فكره اللي قاعد في البحر وحمام السباحه بيعرق اكتر من اللي قاعد بره، بس هو مش دريان، يبقى لازم نشرب من 6 ل 12 لتر. اللاعبين دلوقتي اللي بيلعبوا في المباريات الرياضيه ممكن نشرب 10 و12 لتر في وقت الراحه اللي بياخدوها، او ما حد بيتعور ولا حاجه اللي وقفوا الماتش على طول بيدخلوا في المباريات الاجنبيه بتلاقي داخلين كلهم بالميه، لازم يشرب على طول، مش كوبايه، يروح شارب العبوه كلها مره واحده عشان عارف مربيينه ومثقفينه ومعلمينه اما بتعرق لازم تعوض بسرعه تشرب سوائل عشان ما يحصلش الجفاف. اصل الجفاف بيعمل لي ايه؟ الجفاف هيخليني ما ركزتش كويس، انا بلعب في الجون هجيب غلط، هروح اجيب الجون في نفسي، مش هفكر صح. يبقى انت ما تبقى بتلعب ولعابك جاف، انت مش هتجيب بقك ناشف، شفايفك ناشفه، المدرب واقف ناشف، انت دي ثقافه. يعني من ضمن العيوب احنا بنتفرج على كاس العالم دلوقتي، انا مع احترامي لكل المدربين، كل مدرب مع احترامي ليه كرش، الفريق بتاعه بيخسر، مدرب واقف وشفايفه ناشفه ده مش فاهم حاجه، يبقى بتشرب ميه. يبقى الميه مهمه جدا للجلد، واللي اهم منها للمخ، التركيز بتاعي والذاكره بتاعتي والاستيعاب بتاعي والقرار الصح عندي لازم يطلع ان انا اكون جسمي رطب فيه ميه. طيب بعد كده لو انا بتحرك في الشمس زي في الصيف والكلام ده، والطفل الصغير وجده المسكين وبابا المسكين اللي مش فاهم حاجه، ليه؟ اصل انا بعطش فما بعرفش اقول الدنيا ميه، ده انا لو عطشت قلت لك هات ميه معناها ان انا خسران 4 كوبايات يعني لتر، يعني انا خسيت كيلو، ده وانا بقى عندي انا حاسس بالعطش. بس الطفل الصغير والراجل الكبير ما بيعرفوش يقولوا احنا عطشانين. مركز العطش في الطفل الصغير لسه ما اكتملش، وفي الناس الكبار بعد الستين مركز العطش عندهم ليس حساسا بنفس الدرجه زي الناس التانيين، فبالتالي لما بتيجي الموجه الحاره في فرنسا واوروبا يقول لك موت 800 انسان على اسرتهم، على اسره بالليل وهو نايم نتيجه موجه حاره في الليل، اصل ما حدش قال له في موجه حاره وما حدش قال له خد اشرب ميه. يبقى هنشرب الناس الكبار حتى لو ما اشتكوش، وهنشرب الاطفال كل شويه نديهم كل قد ايه؟ كل 10 ربع ساعه خد بق اشرب، لازم. يبقى احنا هنربيهم وابص على شفايفه الاقيها ناشفه خطا، اما ابص على شفايفه ولسانه ليه؟ اما الاقي الطفل الصغير عمال يعيط وبيصوت ايوه ابتدي الجفاف ابتدي يجي فيه. ناس كتيره جدا بتسالني دلوقتي الو الولد مش عايز ياكل، الشهيه ضاعت، ايوه هو انت تديله ميه ما بيشربش صح؟ اديله ميه الاول واديله سوائل واديله عصير فاكهه واديله فيتامينات الصيف اللي انت مش عارفاها، الشهيه هترجع. طيب انا نقيت برضه دكتور مجدي اللي الناس اللي بقى في الصيف تستبدل بقى الميه، تلاقي بقى ازازه مياه غازيه بقى رفعها مكان كوبايه الميه. خلينا نتربى صح، وخلينا نثقف صح، ونعمل الصح. هو احنا يعني انا من 50 او 60 او 100 سنه واحنا كنا بنشرب الحاجات الملونه اللي موجوده في الاسواق؟ لا لا لا، انا شخصيا بقالي يمكن 30 سنه لم اذق ولم اشرب اي حاجه ملونه في الاسواق، وبقالي برضه 30 سنه ما شربتش حاجه ساقعه خالص ولا حاجه بارده خالص. من اول ما ابتديت اتثقف واتنور ما ابتديتش، يستحيل ولا باخد ايس كريم ولا حاجه ساقعه ولا في الصيف ولا اي شيء ساقع. ليه؟ اصل طلع الايس كريم كمان وحش؟ ابدا، ما هديك حاجه ساقعه وكميه على ايه؟ بص حضرتك الحاجه الساقعه ما بتاخدها بيعمل ايه؟ احنا بص حضرتك ربنا عمل لنا الانف والفم، دي الفتحتين اللي بيخلونا نتصل بالعالم الخارجي، حاجه تدخل الهواء وحاجه تدخل الاكل والشراب، اوكي؟ ربنا عمل هنا عندي في الحلق عمل غده الليمفاويه وعمل اللوزتين عشان تحرسني من الميكروبات اللي داخله، وفي نفس الوقت المنطقه دي كلها عامله زي الدايره، فيها عامله زي الكنترول كده زي الحرس الحدود، فيها خلايا مناعيه. اما انت بتاخد الحاجه الساقعه بتخلي المنطقه دي تنكمش. كنت مره في مؤتمر في احد الدول خارج مصر وراح واحد قال لي يعني ايه انكمش؟ ايه اللي انكمش بشويه ساعه والكلام ده؟ قلت له يا حضرتك انت لما بتجيب قضيب من الحديد وتدخله في المعمل
هينكمش؟ قال لي ما عملتهاش. قلت له بلاش، شريط القطر، شريط القطر مش في الصيف بيتمدد؟ قال لي اه. قلت له طب ما عندهمش قطر. طب احنا عندنا قطر، شريط القطر ده اما تجيب شريط القطر ده في الشتاء مش بيقل بينكمش؟ قال اه. قلت له يعني الحديد ينكمش بالبروده وحضرتك لن تنكمش بالبروده؟ يبقى انت هنا اما تنكمش هتعمل ايه؟ ده الخلايا الليمفاويه والخلايا المناعيه هتهرب، المناعة هتقل، الدورة الدموية هتقل، يعني معنى كده هتبقى المنطقة خالية، اللي عايز يدخل يدخل، الميكروب يدخل يدخل، حساسية تحصل تحصل، يبقى لازم المنطقة تبقى دايما رطبة ويبقى فيها حرس، المناعة عندي حاجة اسمها المناعة الميكانيكية، يبقى فيها خلايا مناعية موجودة، ما خلاهاش تهرب، أنا دلوقتي خدت حاجة ساعة وحد عطس جنبي، في ميكروب جنبه وميكروبات كثيرة جدا، وبرد الصيف أشد من برد الصيف طبعا. يعني أشد من الصيف برد الشتاء ويدخل الميكروب، يبقى اللي بياخد حاجه الساعه، لسه انا شايف طفل صغير امبارح يقول لك ادينا له ايس كريم، اتبهدل اتبهدل ليه؟ يبقى لو سمحتوا امنعوا الحاجات دي كلها واشربوا لما الماء القراح اللي هو الماء الحنفيه الماء العادي، او اشربوا حاجات سخنه. يقول لك ازاي؟ طب والميه يا دكتور، الناس اللي الميه تبقى ما تقدرش تمسكها في ايدك من السقعيه وتلاقيه برضه شرب الازازه مره واحده، خطا ما قلت لك هيسقعها. اضافه كمان في حاجه تانية، اما بتسقع منطقه الحلق او الانف ده بيجذب الميكروبات اللي بتعمل البرد، والبرد موجود حتى في الصيف، يبقى فيروسات البرد هتيجي اكتر لو قلت درجه الحراره في المنطقه دي. انا قلت كمان كده دلوقتي تشرب حاجات سخنه في الصيف، ازاي تشرب حاجات سخنه؟ ما انت هتخلي الدوره الدمويه افضل، ما انت هتخلي المناعه افضل. ايه يعني بتعرق؟ والعرق الصح، ما ده احنا عندنا ميه ومش هنبخل نشرب ميه، اعرق خلص السموم. انا عندي كام؟ انا عندي سموم في جسمي ممكن 800، 800 مادة سامة مش هيطلعوا من جسمي الا بالصوم، صوم بعد رمضان يوم او يومين، العالم كله بيقول كده دلوقتي، كل الاديان صوم، اتحرك، اعمل حركة ورياضة واعرق، التلاتة دول اللي حلوة تخلص من السم. طب انا ما تخلصش من السم، بعد الشهر هتجيلك امراض مزمنة، ايه؟ كل حاجة من اول التهابات في المخ، ضغط، سكر، غيره وسقه، نقص مناعة، سرطانات في الآخر. يبقى احنا فينا سموم، ايوه مش بناكل وبنشرب ومتعرضين لحاجات في الهواء. اتخلص من السموم، صفي نفسك من السموم، المصفاة اللي بتخليك تتخلص من السموم اللي قلت عليهم، حركة وصيام وعرق، يبقى ده مهم جدا. بعد كده برضو اما بتعرق لازم تنشف، وكمان عشان ما اعرقش لازم البس حاجه تكون فاتحه واسعه ومش ضيقه، والجينز ما يكونش سكين والكلام الفارغ ده، البس حاجه واسعه فضفاضه وتكون قطنيه عشان تسمح اول حاجه ان انت تمتص العرق، وتالت حاجه وتالتها ان احنا بنخلي الهواء يجري من جوه نوع من التبريد، اصل العرق ربنا عمله عشان نوع من التكييف. كل واحد فينا هو يعني كرومر، اما كان قاعد في بريطانيا في مصر، المعتمد الانجليزي كان قاعد في مصر وزعل جدا هو ماشي وبقى عمال متغاظ من جديد، يعني حانق على خروجه من مصر، وما كانش عنده تكييف بس كان قاعد مبسوط، اصل هو كان بيعرق. اما بيعرق يوم يطلع عنده 2 مليون جهاز في جسمه في جلده يطلع العرق ويتبخر، واول ما يتبخر يحصل نوع من التبريد الشامل المركزي، وبالتالي يحس بارتفاع بانخفاض درجه الحراره. كمان زمان كان اجدادنا وكل الناس القديمه، وشوف الاحياء القديمه في القاهره دلوقتي بيهدوا الاشجار ويطلعوا مكان الفيلا برج، خطا كبير وخطا ثقافي وخطا حضاري، ما حدش فاهم حاجه. بتشيلوا الحدائق وبتشيلوا الاشجار الجميله الورقه اللي كانت بتظل وكانت بتميز شوارع القاهره القديمه، وتحطوا مكانها عمارات جرداء خرساء اسمنتيه، غابات اسمنتيه، ازاي؟ انت ما تعرفش ان حضرتك ان المساحات الخضراء تخفض درجه حراره المكان من 1 لـ4، كل ما كتر الشجر في الشارع الحراره هتقل بتاعت المنطقه، كل ما كتر الشارع يبقى فيه حاجات خضراء تقل فيه العنف والجرائم. عشان كده يقول لك الاحياء الجديده او العمارات الجديده او المشاكل اللي بتحصل دلوقتي في، انا تحليلي او بقرا صفحه الحوادث بعرف ايه اللي موجود، يعني مثلا اما تبص على المناطق العشوائيه تلاقي فيهم بيذبحوا وبيقتلوا وهكذا، اما تبص على المناطق الجديده الاحياء الجديده او التجمعات السكنيه الجديده الخاليه من المناطق الخضراء، والابحاث بتقول غياب الرقعة الخضراء يزيد من الجرائم، انتشار الرقعة الخضراء يزيد من الامن والامان. ازاي؟ اصل طلع الرقعة الخضراء دي بتخلي حتى المجرم يبقى هادي، ما تخلوش يعني يفكر تفكير وحش. العشوائيات تكتر من الفطريات، وسموم الفطريات مع القمامه الكتيره مع مفيش حاجه خضراء بتخليني اكتئب، بتخليني عندي ميل اكثر عدونيه والعنف. شوف سهله ازاي وجودك بقى في مكان، في مكان اخضر، شوف بقى ازاي وجودك في بحر، وجودك في جنب نهر، وجودك في حمام سباحه، وجودك في جنينه، يا رب تكتر الجناين في مصر. طيب وجودك في مكان، الابحاث بتقول وجودي انا في مكان ظليل اخضر مفتوح 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 يؤدي الى الاسترخاء. طبعا. يعني ارجع شغلي طبعا ابقى هادي، الاسترخاء يعمل لي ايه؟ اتخلص من التوتر. طب التوتر يعمل لي ايه؟ 40 مرض.
من ضمنها نقص الحساسيه، نقص المناعه والحساسيات، واخرها السرطانات، ومن ضمنها كمان ضغط وسكر، نقص الكفاءه. نقص الكفاءه، انا بغلط في شغلي. صحيح. انا وهكذا. طلع كمان انت وجودك في الحته دي كلها بيخليك انت تحس ان انت العالم الرحب، السقف بتاعك بقى السما. اما انت بتحس ان السقف بتاعك بقى السما، بتحس بالراحه والاسترخاء. طلع برضو كمان انت وجودك في الاماكن دي كلها وجنب ميه بتجري، يقول لك ليه المناطق اللي في العالم اللي فيها شلالات بيبقى فيها سياحه اكتر؟ يا ريت نعمل في مصر شلالات صناعيه ونجذب السياحه العالميه عشان يبقوا فاهمين. الشلالات بتعمل ايه الشلالات؟ وجودك جنب شلال بيديك حاجه اسمها الايونات السالبه. ليه؟ اصل انا قاعد في مكان مغلق، انا قاعد جنب التكييف، جنب المحمول، جنب التلفزيونات، جنب المصانع، جنب الحاجات دي كلها وموجات الراديو، بيبقى عندي ايونات موجبه. الايونات الموجبه تخليك عندك توتر اكتر، الايونات السالبه تخليك تسترخي وترفع مناعتك. طب انا ما عنديش، خلاص روح عند الدش واقعد جنب الدش 15 دقائق. ايوه مش سهله ازاي يعني، كل حاجه عندنا ليها حلول. نجرب موضوع الدش ده. الايونات السالبه، الايونات السالبه تجعلك اكثر استرخاء ومناعه وترفع مناعتك. شرفتنا يا دكتور، ودايما السعوديه بلقاء حضرتك، وان شاء الله دايما نتواصل باذن الله خلال هذا الفصل. يعني ان واضح ان الصيف لسه هيشد حلو معانا يعني. ربنا معاك. شرفتنا يا دكتور، شكرا جزيلا لك. دكتور مجدي بدران، استاذ الحساسيه والمناعه، وكمان استشاري الخاص بيهم، وعضو الجمعيه المصريه في الحساسيه والمناعه. شكرا جزيلا لك، شرفتنا. صباح الخير عليك. ده كان نقطة ختام مشاهدينا الكرام، وهذا النصائح نتمنى الجميع يلتزم بيها في فصل الصيف عشان ما نلاقيش أي مشاكل عندنا في هذه الفترة، لأن واضح إن الصيف هيبتدي خلاص بشكل كبير، لسه مبتدي رسميا بالأمس. نتمنى إن شاء الله السلامة للجميع، وكل عام وأنتم بخير وفصل الصيف سعيد إن شاء الله. تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، إلى اللقاء.